عايزين بقى نعمل رز سمك او رز صياديه بطريقه سهله جدا ويبقى طعمه حلو قوي. اول حاجه عشان اعمل رز السمك البني او الغامق بحتاج ان حاجه لونها غامق تكرمل لي السكر. في ينفع نعمل بسكر وينفع نعمل ببصل، بس لازم البصله تغمق قوي لدرجه انها تسود عشان تخلي لي الرز بتاعي لونه بني. ولو ده حصل بتبقى البصلايه دي عامله زي الفحمايه، يعني معنى كده البصلايه اللي احمرها ما سيبهاش على الرز عشان ما تبقاش ناشفه جوه الرز. يبقى احنا اول حاجه هنعملها هنحرق شويه بصل عليهم رشه كمون بزيت بس الاول، وبعد كده نشيل البصل ده ونحط عليه ميه وناخد الميه بتاعته نعمل بيها الرز. يبقى هننزل بزيت، شويه زيت كده كويسين في الطاسه، وعندي بصله حمراء، البصله الحمراء ما بتشربش سمنه وزيت كتير، وفي نفس الوقت مش هتاخد وقت كبير زي البصل الابيض. هنزل كده بقى بسم الله الرحمن الرحيم، وعشان اخد ريحه وطعم السمك فهدي رشه كمون على البصله اللي بتتحرق دي لحد ما تتحرق. هفضل بقى اقلب فيها كده لحد ما تتحرق خالص، وبعد كده انزل عليها بلتر او لتر ونص من الميه. حرق كده البصل بتاعنا خلاص بالشكل اللي قدامنا ده. محتاجين بقى نعمل ايه؟ احنا قلنا ان البصل لو اتحرق بيبقى عامل زي الفحم، بس انا هنا محتاج اخد اللون بس. هنزل بميه عشان الميه بتاعتي يبقى لونها غامق، وهسيب الميه دي تغلي مع البصله المحروقه دي 5 دقائق على النار، ميه بتغلي من كاتل كده يعني. وبعد كده هجيب بقى المصفى السلك واشيل كل البصل ده لان بعمل زي الفحم جوه الرز. وبعد كده هاخد الميه واجيب بصله ثانيه وابتدي اعمل بيها. بصوا الميه اهي ابتدت الميه بتاعتي خلاص تاخد اللون المكرمل او اللون السكر المحروق، بما ان في ناس مش عايز تعمل اكل بسكر محروق يعني، فده البديل يعني. كده هيديني الرز هيبقى لونه بني من ميه البصل. هسيبها بقى تغلي كده كام دقيقه، وبعد كده اقوم جايب مصفى واطلع بقى البصله دي خالص واجيب بصله ثانيه اشتغل بيها للرز. نشيل بقى البصل المحروق ده خالص. اتاكدنا كده ان خلاص صفينا البصل المحروق خالص. بعد كده هجيب بوله واقوم واخد بقى الميه دي. طب انا عايز بقى ايه اخلي الرز يبقى طعمه مسكر، فهحط بصله ثانيه. اقوم حاطط الحله دي على النار وحاطط بقى شويه زيت ثاني، واقوم جايب بصله بقى مقليها عادي. دي البصله بقى اللي بتبقى مسكره في قلب الرز اللي طعمها حلو ومسكر. حطينا شويه زيت، خلينا ميه الرز. بصوا بقى الميه لونها بني ازاي. هنزل ببصله عاديه خالص اهي، وادي الكمون وشويه من الكركم، واقوم اقلب بقى كده كويس. هنا دايما نستخدم معالق السيليكون في تقليب الحلل عشان ما نبوظ الطبقه بتاعه الجرانيت اللي في الحلل. بعد كده عايز اخلي الرز يبقى طعمه جميل، او مديله طماطمايه او صلصه، يبقى طماطم او صلصه مع الرز. واقلب اقلب كده الكلام ده مع بعضه، هقوم واخد الرز. وفي ناس ساعات بتحط مكعب من مرقه الخضار على الرز السمك بيخلي طعمه حلو قوي. هنا بقى محتاج ازود الكمون شويه عشان احس بطعم الرز السمك وريحته من دلوقتي. انا عندي هنا كمون اهو، واخد كده كمون، معلقتين كبار الكمون. على فكره فوائده كتير قوي للمعده، فيعني زود مش هيمرر ولا حاجه، بالعكس هيبقى طعمه حلو قوي. ده كده حاجه بيتي يعني، عليها بقى ولا مرقه ولا صلصه ولا بتاع. سخن الرز كويس جدا، لازم الرز يبقى ما دام الميه سخنه لازم الرزايه دي تمسكيها كده تلسعك. بعد كده هاخد الملح، والملح برضو خداع في ان الملح الناعم ما بيحدقش قوي، والملح الخشن بيحدق. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لو الملح بتاعي ناعم احط كميه كبيره عشان اظبط الملح، ولو الملح خشن مش هحتاج ان انا احط كميه كبيره لان بيكون ملحه مركز شويه. قلبنا كده الرز وخلاص سخن، هقوم جاي بقى ايه على الميه اللي لونها بني دي، واقوم نازل كده بسم الله. وهنا لو شايف ان الرز محتاج ميه تاني ينفع ازود ميه عاديه لسه في الاول، لكن بعد كده لا، الرز هيبقى شكله لونه مش مظبوط. هنزل بقى كده بشويه ميه كمان قد عقله صباع كده على تسويه الرز البلدي، وهستنى بقى لما الرز
يشرب المايه دي، وبعد كده هقوم فارد الجزر على الوش عشان في الاخر يبقى رز بني والاصفر طعمه مسكر، الجزر هيخليه طعمه مسكر ويبقى كسر اللون البني الغامق بعد ما يتشرب. سيبنا كده الرز على النار 5 دقايق لحد ما قرب يشرب المايه بتاعته خالص، وهنا انا بعمل كده عشان مش عايز الجزره تدبل خالص، هقوم اقلب بقى الرز كده ومسويه، واقوم جايب الجزر رششها على الوش عشان تكسر اللون البني مع التسوية، وبعد كده هغطي الحلة واقوم منزل درجة الحرارة للنص، يعني لو انا مثلا على 1000 هخليها 500، لو على 5 هخليها 2 مثلا، وهسيب الرز بتاعي يستوي تقريبا من نص ساعة لأقل من ساعة الا ربع، وهيكون الرز جاهز نقدمه مع بعض مع السمك السنجر. عدت كده نص ساعة على الرز بتاعنا وخلاص استوى. بصراحة الرز السمك البني ده هو الأقرب ليا، أو أنا عارف إن فيه أحمر وأخضر وأصفر وفيه ألوان كتير، بس بصراحة الرز ده مع سمك البلطي قصة تانية. سلام بقى شوية جمبري كده جنبيهم ولا حاجة، وأدي كده الرزاية الكاسر اللون البني ده بالجزر، والجزر بيبقى مدي طعم محلول كده مسكر، بيبقى طعمه جميل قوي الرز. واحنا كمان بقى هنا يعني ولا حاطين سكر ولا ايه ولا حاطين صلصه، عشان في ناس بتعترض انا عارف على حاجات كده اضافات احنا ممكن نكون بنضيفها، بس يعني في الاخر كل واحد وليه طريقه بيحب يعمل بيها الاكل، وفي الاخر احنا عايزين الاكل يطلع حلو، وما دام الاكله في الاخر طلعت حلوه فخلاص بقى احنا ايه ناكل اللي يعجبنا. ادي كده رز السمك او رز الصياديه بطريقه سهله جدا جنب شويه بقى السمك دول، موضوع قصة تانية خالص. ادي كده عملنا رز بطريقة سهلة، ووردات بقى الطماطم الجميلة مع شوية السلطة والطحينة.